بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نستكمل إن شاء الله باقي مناقشتنا اليوم. في طبعا إحنا أخذنا السؤال السابق اللي هو سؤال الجيت على العربة هذا، وجبنا الأف سبرينج والحاجات هذه والأف ويلز جبناهم. اليوم إن شاء الله نستكمل السؤال السادس. في السؤال السادس بقول لي إيش إذا في عندي ديميتر 6 سنتيمتر ووتر جيت، الووتر جيت هذا 6 سنتيمتر تمام الدايمتر بتاعه، شلون انفجر بده في الشكل هذا. strikes a plate containing a hole of 4 سنتيمترز diameter. بقول لي ايش هنا في عنده متصل بهولز قطرها 4 سنتيمتر. part of the jet passes through hole and part is deflected. Determine the horizontal force required to hold the blade. تمام، جيب ال horizontal force required ليش to hold the blade هذه اللي هي هذه ال blade عشان نمسك. تمام يعني بده reaction force بشكل عام. حنيجي للحل هنا عادي. هل جاب لي volume للفلويد؟ فيش عندي. هل جاب لي سير عن البرشر؟ برضو مش موجود، فهدول حيكونوا زيرو. بتم الرو في الكيو. هلقيت ايش عندي؟ هلقيت الار اكس. ايش بسوي؟ هنجيب الرو في الكيو. طبعا ايش كمان قال لي ايش هوريزونتال فورس يعني ايش في اتجاه الاكس. تمام، فبالتالي ايش في واحد اكس ناقص في اتنين اكس. تمام، هلقيت هذه قال لي كم بيدخل فيها 25 متر بس 25. لكن ايش الفكره تاعتها هنا؟ الفكره انه هذا اكيد حيكون كيو مختلف لانه ايش اريا في الفيلوسيتي، وهنا اريا في الفيلوسيتي حيكون كيو مختلف. هذا واحد واحد، هذا اثنين اثنين. فايش حنضطر؟ حنضطر هنا نفصل قصه الكيو لانه مختلفه. حتصير ايش؟ حتصير زي كيف كيو واحد في واحد اكس ناقص كيو اثنين بي 2 اكس. تمام، هاي بس هذه فكرة السؤال هنا. وبس مضروبة طبعا بين قوسين، هذه مضروبة بالرو اللي هي اللي بتساوي الار اكس. تمام، هاي بس فكرة السؤال تبع بتجيب لي كيو 1 والكيو 2 الفيلست في الاريا، وهنا بالفيلست في الاريا. تمام، والاف بليت عاد ساعتها بتجيب الكتيش قصة الاف بليت اكن تطرحهم بعض بتجيب الفورس الرياكشن خاصة بالبليت. طيب في عنا سؤال سب ايش بقول لهم figure shown below what is the resultant force. اها بده resultant force. مدام بده resultant force زين ايش شباب؟ في عندي ry rx اكيد هذا. طيب لقيت ايش في عندي في هنا؟ هنا في عندي area اها ومديني كم؟ مديني بالبسكالة كم؟ في برشر عندي. تمام، قال لي انه فينا في برشر. اها بدام قال لي في برشر اذا ايش حاشتغل على قصة ايش الاف سيرفس اللي هي او بتسموها انتو اف بي هذه. تمام، حيكون عندي البرشر. ماشي، هلقيت ايش عندي كمان هنا؟ هنا حيكون عندي كيو اكيد كيو معينة، وهنا كذلك حيكون عندي كيو. هذه كيو مثلا 3، هذه كيو 2، وعارف انه كيو 1 بتساوي كيو 2 زائد كيو 3 زي من الشابتر السابق. هلقيت نيجي نستكمل ار اكس ايش بيساوي؟ اف بي اكس اف بي اللي هو الجامد البريشر رو كيو في 1 اكس وناقص في 2 اكس، وكذلك الواي. هلقيت طبعا الفي بي اكس والفي بي واي اللي هو هذول صفار لانه مش جايب لي الفوليوم للفلويد بحيث اني احسبه لإله. طيب هلقيت ايش؟ نو بادي فورس طبعا هذي قلناها ار اكس ار واي. نيجي الكيو عاد يا شباب تختلف اذا ايش ايش حتكون حنفرقها يعني حتفترق، وغالبا هذا الحل مش مصور زي الخلق، فبالتالي حللكم اياه يا دوير. Where rotate to the right, rotate to right. هاي تصغير لإلها.
خلاص التصغير لانها بعدين هذا ماشي تمام. فلقيت ايش عندي يا شباب؟ عندي ايش؟ حفرق ما بين ايش اسمه، حفرق يعني حفرق ما بين هذا، حيكون عندي ايش الانلت عندي كم، ثواني خلينا ايش الانلت عندي، ايش احنا او ايش فكرة هذا كيو انلت في الفيلوسيتي ناقص فيلوسيتي انلت طبعا ان ناقص كيو اوتلت في الفي اوت. تمام شباب، هاي فكرته هذه الفكرة في السؤال هذا، انه في كيو انلت، كيو انلت اللي هو الكيو واحد تمام في ايش في الفي انلت تمام. وهذه ايش يعني بنقدر ايش نحط هذا، تكون في ايش، حتكون بس في اتجاه الاي، هذه بس في اتجاه الاي وهذه بس في اتجاه الاي، هذه لها اتجاه في الاي، الاي قصدي يا شباب في الاكس اللي هو هذا اللي هو الاي تمام، هي قصدي فيه هذا الواي، الواي اللي هو الجي طبعا كفيكتور، انا عشان اسهل عليكم كفيكتور، وطبعا هذه بالموجب حتكون تمام. تمام شباب هيك بتنجح. طيب نيجي نستكمل، هلقيت ايش في عندي يا شباب؟ انا كيو 2 بقدر اجيبها وكيو 3 بقدر اجيبها تمام. ليش بقدر اجيبها؟ كيو 1 انا مش عارفها صراحه، ليش مش عارفها؟ لان ايش حيكون عندي؟ عندي الاريا، لكن هل عندي دليل او دياميتر معينه؟ لا، بينما هنا ايش عندي؟ اريا وعندي فيلوسيتي، إيه عفوا هنا قصدي ما عنديش فيلوسيتي، فبالتالي ما قدرتش اعرف الكيو. وهنا مثلا عندي فيلوسيتي وعندي هذا، وعارف انه كيو واحد زي ما اخذنا سابقا يا شباب بيساوي كيو 2 زائد كيو 3 تمام، زي ما اخذنا في الشابتر السابق تمام. فبالتالي بجيبها، هاي جبتها، فبالتالي بعرف ايش في واحد، لقيت عرفت في واحد اكم، لقيت ايش في عندي كالكوليشن ار اكس، الار اكس ايش حتساوي؟ اف بي اكس، ايش الاف بي؟ الاف بي الاشي الوحيد اللي عندي ايش قال لي؟ 200 برشا 200 كيلو باسكال، قال لي اياها ثانية في السؤال طبعا تمام. طبعا مش مديني اشي عن هدول، مش مديني اشي عن هدول، يعني ايش حيكون؟ مش مديني يعني معلومات عند اثنين وعند ثلاثة، يعني ايش حيكون؟ يعني حيكون عندي هنا اتموسفيرك بريشر، وهذه حتكون قيمتها ابسوليوت تمام، يعني هذه بنسميها البريشر ابسوليوت، اللي هو يعني مش داخل فيها قصة الاتموسفيرك بريشر، يعني محذوفة منها ومريحني يعني جيال وجاهزة. فبالتالي هذه ايش حتكون؟ صفر، هذه صفر، بينما هذه 200 كيلو باسكال تمام. لقيت ايش في عندي هنا شباب؟ جبنا اف بي اكس، اف الاف بي اكس اين جبناه؟ طيب طبعا فيش اف بي واي، فهذا الامر يعني مسهلين، مسهلة عليا الفي واحد في الاكس والفي اثنين في الاكس، بينما الفي ثلاثة الها تو فيكتور، واحد في الواي واحد في الاكس، فبالتالي انا هاخد في الاكس تمام، وحجمع الفي اثنين اكس، هاي حجمع الفي ثلاثة اكس والفي اثنين مع بعض تمام، يعني حجمع اللي هذه اللي بيطلع معايا هنا واللي بيطلع معايا هنا مع بعض، وحطرح منها مين؟ من الفي واحد، الفي واحد حقول ناقص في اثنين زائد في ثلاثة تمام شباب. هذا بالنسبة للفلسطين طبعا في اتجاه الاي، هذا عشان انا قاعد بجيب محصلة في الاكس تمام. بعد ما اجيب المحصلة في الاكس سهلة الامور تمام، بجيبها مباشرة طبعا. دير بالكم شباب، انتبهوا انه هنا هلقيت بعد ما جبنا هذه كل اشي، وبعد ما جبنا الفي واحد الحاجات هذه بنعوض بالقانون مباشرة، بيطلع معانا الار اكس 12000 12 كيلو نيوتن بوينت 136. طيب الار واي نفس الطريقة، بس اللهم في ايش عندنا شباب؟ ايش هلقيت عندنا في هذه؟ في واي في الواحد، فايش حتكون مثلا؟ هلقيت ايش حقول انا؟ في واحد هلقيت عشان اجيبها في الواي، انا في واحد حقول ايش؟ في واحد في الجي ناقص الفي اوتلت الفي اتنين في الجي زائد في تلاتة في الجي
تمام، هذا عشان اجيبها في الواي. تمام باشمهندسين، لقيت ايش عندي؟ طبعا طبعا شباب تنسوش ان الكيو مختلفة، كيو واحد وهنا كيو اتنين وهنا كيو تلاتة، تمام، لانه رو في كيو احنا بنضرب، وطبعا هذه الرو مضروب في كل هذا في اتجاه الجي. طيب ايش حيكون عندي انا؟ هذه صفر، هي اتنين صفر، لانه فيش عندي في الجي واحد صفر. اذا ايش بتم عندي؟ سالب رو في كيو تلاتة في تلاتة اللي هو الجي، سالب، تمام، لانه سالب بالموجب سالب 100%. حسك من العادي، فيش مشاكل عادي، بتطلع معايا سالب 2000 نيوتن ولو 20000، قد ما تطلع تطلع. طبعا فيش اف بي، ملا فيش عندي، فبالتالي مباشرة حتكون سالب برو كيو تلاتة في تلاتة، تمام، هذا بالتجربة. بتجيب المحصلة طبعا اللي هو ار اكس تربيع زائد ار واي تحت الجذر، وطبعا الزاوية بدك تجيبها عن طريق يعني. تمام باشمهندسين. طيب لقيت شباب ايش عشان تكون في الصورة؟ التان كل جيب كل جبار ظالم جتده هي، هيا هي الكل جبار ظالم جتده هي، ما علينا. هل لقيت عندك ايش التان هنا؟ انتو عشان تكون في الصورة شباب، عندنا ايش هنا شباب؟ التان حطت يعني تان الثيتا بيساوي ار واي على ار اكس، طلعت بالسالب. طلعت بالسالب وين معناتها؟ يا بالربع هذا يا بالربع هذا، تمام، عشان تحدد وين بالضبط هي. هل لقيت بدل طلعت شباب بالسالب عندي عند الار واي هي اللي بالسالب، بدل الار واي ايش بتمثل لي؟ مش التان ايش التان بمثل؟ جيب عجتة، تمام، الجيب بمثل لي الار واي. طيب الار واي بسالبة، وين سالبة؟ اذا حتكون وين هي في الانو ربع؟ الربع الرابع، تمام، اذا بدكم تحسبوا قصة الزاوية في اني ربع تقع وهيك شيء، يا بتجيبوها مباشرة زي ما هو قدامكم خلاص تريح حالكم، بس اذا بدكم تحددوا بالتحديد وين هي في كالكولس مكالكولس وامور زي هيك، هي القصة مش اكثر. نيجي نستخدم، هذا نحط الهاند، في السؤال هذا شباب بقول لي the discharge of water through عندي هذه 140 بند، تمام، انه في بيعمل زاوية 140 اللي هي هذه 140 قصده عن هذا، فهو مديني هذه الزاوية عشان نفس الفكرة يعني، انه سواء قال لي 40 مع مين ففيش مشاكل يعني ايش قصده؟ هذا 140 قديش هذي؟ فهمتوا ايش قصده؟ شلون الفيجر بلو؟ از 0.03 اكم متر تكعيب بير سكند، تمام، قال لي انه بدخل بقديش فوليوم فلو ريت اللي هو الكيو متر 0.03 متر تكعيب بير سكند. The bend is lying in the horizontal plane and the diameters at the entrance and exit are 200 mm and 100 mm. اللي عندك ال entrance الدخول، الدخول 200 mm هيها، الخروج 100 mm، تمام، respectively على التوالي، respectively على التوالي. The pressure measured at the entrance is 100 kN. 100 كيلو نيوتن على متر تربيع يعني شباب 100 كيلو باسكال، لانه نيوتن على متر تربيع باسكال والكيلو اللي هنا، ف 100 كيلو باسكال تطلع. The magnitude and the direction of احسب لي الماجنتيود direction of the force exerted by the water or on the bend، احسب لي الفورس يعني احسب لي الرياكشن اللي عليه اللي هو الار اكس والار واي، تمام باشمهندسين. لقيت شباب جاب لي سير عن البريشر هنا، ما جاب ليش، اداني مسافات وقصص، انه مثلا البرشر المسافة مثلا من هنا لهنا دي، وعشان اجيب البرشر وهيك اشي ما ادانيش. اذا البرشر هنا عند هنا اكيد حيكون اتموسفيرك برشر،
وهذا أكيد حتكون absolute. تمام؟ فبالتالي هذا حتكون صفر وهذا حتكون نفس ما هي اللي هي absolute قلتها. ماشي؟ هلقيت إيش عندي يا شباب هنا؟ طبعا هذا في حالة الـ fb عشان نجيب الـ f برشا اللي هي بتساوي الـ fs. تمام؟ هلقيت إيش عندي يا شباب؟ f absolute ماشي. الـ F برشر إيش عندي؟ قلنا B في A. تمام؟ هذا طبعا الدايميتر تبعها قال لي كذا، فأي إيش باي على 4 دي تربيع، بس أنية لهذه اللي هي بوينت 2 تربيع. تمام؟ هينا خلصنا من هذا. والبرشر زي ما هو 100 كيلو باسكال، 100 ضرب 10 أسطرة. طيب كذا كفكتور وين بكون؟ في اتجاه الآي. تمام. طيب فيش طبعا في برشر الا في الاكس، ريحني يعني بشكل عام عدناها كفكتور. هنا برضو نفس النظام، حنشوف ايش عندك الفلوسيتي تخرج هيك. الفلوسيتي هذه ايش؟ 2. طب لسه ما حسبناهاش طبعا، بس يعني وهنا عندي فلوسيتي 1. تمام، جاي عدل. فلوسيتي 1 ايش بتساوي؟ بتساوي كيو على ايه. تمام، اي 1 طبعا. تمام، في اتجاه ايش؟ في اتجاه الاي فقط. بينما الفي 2 ايش بتساوي؟ كيو على اي 2 في ضرب ايش؟ هيا هنا هات، هذا 140، هذا 40، ضرب ايش؟ سالب كيو على 2 كوزاين ال 40. كوزاين ال 40 في اتجاه الاي زائد كيو على 2 اي 2 عفوا اي 2 في ساين ال 40. تمام، في اتجاه الجي. تمام باشمهندسين، هذه بالسالب لانه هي لما نحللها حد مركبة هنا، طبعا هي المحاور اللي عندي انا فرضها واي وهذا الاكس، فبالتالي هذا باتجاه السالب، بينما لما تحللها فوق حتطلع بالاتجاه الموجب، فيش فيها مشاكل. تمام، هاي نجيبناها أنا. فلما أعمل أقول إيش اسمه V برايم مثلا للإكس و V برايم مثلا للواي. تمام، هقول إيش شباب؟ V واحد ناقص V اتنين بالإكس. تمام، هادي بالآي وهادي بالآي، إذن هادي مع هادي أكيد. تمام، إذن إيش؟ كيو ناقص سالب كيو على اي 2، فايش بالتالي شباب؟ هطلع الكيو عامل مشترك، طبعا صارت موجب هالجيت، فواحد على اريا واحد زائد كوزاين 40 على اريا 2. ليش صارت زائد؟ لما قلنا انه ناقص والسالب اللي هنا، فصارت معاه زائد. طبعا في اتجاه الاي هذا صارت معاه. هذه صفر، فيش جي، صفر عندي. صفر ناقص هذه فحتكون سالب كيو على اي 2 في ساين ال 40. الكيو طبعا عندي مديني اياها، والاريا بقدر اجيبه اللي هو باي على 2، اظن هذه 100 قال لي 100، فبالتالي ايش؟ باي على 4 عفوا شباب، باي على 4 بوينت 1 تربيع. تمام، خلص في ساين ساين 40. تمام، بيطلع معاكم طبعا انتم بتجيبوا القيم الحاجات هذه. طيب لقيت ايش بيطلع معنا القصه دي كلها؟ وطبعا هنا في برشر، في الواي ما في برشر، او في عند هنا ما في برشر لانه ما جاب ليش سير عنه بالمره. تمام، نيجي لقيت نحن وين كومنت بنسل ال V1. طبعا هي جاب ال V1 وجاب ال V2 والحاجات هذه كلها، والرو في الكيو كم، فيش مشاكل فيها. ال FT اللي هو V1X ناقص V2X في رو كي في كيو، فيش مشاكل، جابها بشكل مباشر. طبعا هذا شكله مش مكملين هنا احنا، طبعا ما علينا، شكله مش مكمل هنا عشان نجيب ايش اسم باقي الحلال، بس ما علينا، احنا حنكمل يعني حنكمل بس شفره معاكم. بس الحلول هذا مش مكمل الباشمهندس في مناقشته، فبالتالي ايش هنا حيجيب؟
ايش حجيب؟ حقول ايش؟ rx خلاص 100% هيك rx بتساوي ايش ال rx؟ ايش في عندي؟ fb اللي هو f برشا الجاي من البرشا زائد رو كيو في v برايم x تمام. هنا هنا احنا ايش جبنا v برايم x تمام، والرو 1000 للمية، والكيو اللي هي 0.3 وين 0.03 متر مكعب بير سكند تمام، هاي موجوده، والاف برشر سهله بنجيبها، فبالتالي حنجيب هكا. طبعا بتحسبوها انتو يا شباب ال ار واي ال ار واي شو بتساوي؟ طبعا فيش برشر عندي في الواي، فيش اف برشر في الواي، طبعا الاف اللي هي بادي ما في، فيش عندي جرافيتي ويديني الرود الميه اللي في حجم الماء الميه الماره في هذا الجيت انجن في الجيت ووتر، فيش عندي في بي، بس عندي رو في كيو في في برايم واي. في برايم واي جبناها هنا طلعت شباب ايش بالسالب، فبالتالي هذه حتكون ايش سالبه تمام، او يعني الفلستير حتكون سالب، فبالتالي حيطلع الجواب بالسالب تمام. انتبهوا لهذه القصه، بدل ما بيطلع الجواب بالسالب شباب، طبعا ار اكس تربيع زائد ار واي تربيع تحت الجذر، هيك بتطلعوا انتوا ايش المحصله، ثيتا بتساوي تان انفرس تان انفرس الار واي على الار اكس، وتذكروا ان الار واي بالسالب، فبالتالي حيطلع عندي سالب ايش معين تمام. هيك بنكون من هذا السؤال تمام. نيجي للسؤال اظن هذا هو هذا الاخير، قصته قصه بصراحه. هل قد طلع شباب؟ هل قد ايش بقول لي هنا؟ ذا ثواني نحضر ورقتنا احنا. هل قد ايش الشباب عندي انا؟ بقول لي the outlet pipe from the pump is bent is a bend of 45 درجة. بقول لي ايش؟ هذه هنا بتميل بزاوية 45 درجة تمام، لما تطلع هذه المية تمام. rising in the vertical plane the bend is 150 مليمتر، هذا كم؟ وين 150 مليمتر دياميتر at is inlet 1، هذه 150 الدياميتر تبعها شباب اللي هنا، هذه 150 يعني 0.15، واوتليت كم 300 الضعف مليمتر دياميتر at its outlet 2. The pipe axis at the inlet is horizontal and at the outlet is 1 meter هيو ايش هاي على ارتفاع 1 متر. by neglecting friction بانك احذف الفريكشن الجاي من الالبو والحاجات هذه، calculation force on the bend and its direction if the inlet pressure 100 كيلو باسكال، هذا اللي هنا. طيب ايش بقول؟ and flow water through the pipe اها اللي بيمشي الفلو بكيو مقدارها زي ما هو قدامكم 0.3 متر مكعب بير سكند تمام. the volume of the pipe اها وجايب لي الفوليوم كمان، اذا ايش شباب انا يعني واقع في مأزق زي ما بقولوا، يعني عندي الثلاث حاجات كلها موجوده 0.075 متر مكعب. هلقيت شباب نيجي حنكتب احنا ايش قانون العام، R بتساوي F body زائد F surface زائد رو في Q Q V1 ناقص V2 تمام يا باشمهندسين. هلقيت انا يا شباب ايش في عندي؟ عندي يا شباب ايش؟
هالقيد هذه بتمثل لي ايش شباب؟ جرافيتي. والجرافيتي وين طبعا اتجاهها؟ في الواي، يعني هذه دائما مش حتكون الا بالواي. طيب بينما هذه بتمثل لي يا شباب فيسكوسيتي، يعني القوة الجاية من الفيسكوسيتي او البرشر. احنا عندنا برشر هنا فبنسميها في بي، او زي ما شفتوا الاسئلة السابقة بنسميها في بي، تمام. وعندنا طبعا الرو والكيو، الرو عشان مية ألف والكيو هي زي ما هي موضحة عندكم، فبالتالي 100%. هلقيت ايش شباب حنسوي؟ حنجيب المحصلات لهم كلهم. اف بي، ايش اف بي بتساوي؟ الاف بي اكس عفوا، ايش بتساوي شباب اف بي اكس؟ اف بي اكس واحد زائد اف بي اكس 2، تمام. في اتجاه الاكس طبعا حنشوف الاف بي اكس واحد والاف بي اكس. اتفقنا طبعا شباب هذه بتمثل الجرافيتي. عمركم شفتوا جرافيتي في اتجاه الاكس؟ هات نحط اول شيء الاتجاهات. هاي عندنا هذا الاتجاه اكس وهذا الاتجاه واي، تمام. هاي الاتجاهات شباب، وهي يعني هاي حطينا انه هذول موجب، يعني علمناه انه موجب، تمام. فبالتالي ايش عندي؟ هذا وهذا بروح صفر، فيش عندي. بينما اف بي واي بتساوي اف بي واي 1 زائد اف بي واي 2، تمام. هلقيت ايش عندي يا شباب هنا؟ اف بي واي 1 هنا لما يكون السائل لسه هنا عند المدخل هذا، ايش حيكون يا شباب؟ هل في جرافيتي؟ لا. بينما لما يكون طلع واحد هنا، مش حيكون في الجرافيتي تبعته، حيكون تخطى كل القلب ومشي على كل عفوا شو اسمه هذا البايب كلها، ومديني كمان الحمد لله الفوليوم، فايش حتكون؟ هل حتكون صفر؟ بينما هذا حتكون ام في جي، بس عشان هلا اسفل طبعا، لانه ايش؟ لانه اكيد الجرافيتي تبعتها لاسفل، فبالتالي ايش حتكون شباب هنا؟ لو فرضنا الواي ايش موجب، فبالتالي شباب حتكون ايش عندها؟ سالب رو في الفوليوم في جي، تمام. لانه سالب ام في جي، فيش عندي ام، مش عارف انا، بس لكن عندي عارف الرو وعارف الفي، تمام. الفوليوم مديني اياه 75 لتر قال لي، تمام. فبالتالي ايش يعني؟ 0.057 من 1000، فبالتالي ايش هاي الفوليوم عنده؟ بضربها في الرو اللي هي 1000 كثافة المية، فبالتالي ايش بيطلع عندي؟ حجم المية الموجودة في هذا الوعاء، حجم المية اللي حتنزل يعني اللي بتمثل لي وزن هذا الماء، فبالتالي ايش مش وزنه عفوا وزن سالب الوزن هذا، بيطلع عندي يا شباب سالب 7.375 نيوتن، تمام. طيب هلقيت ايش في تم عندي يا شباب؟ الاف سيرفس اللي هو جاي من مين يا شباب؟ هذه بتاثر من مين؟ يا فيسكوستي يا برشا. اف سيرفس في الاكس، اف سيرفس في الواي. هلقيت نيجي يا شباب؟ طبعا احنا زي ما عارفين اكيد في عندنا هنا برشا، واكيد في عندنا هنا برشر، تمام. تمام باشمهندسين، في عندنا هنا برشر، فبالتالي ايش البرشر هنا؟ قال لي كم؟ 100 كيلو باسكال. طب انا البرشر فوق البي 2 انا مش عارفها، لكن ايش شباب الجيم عندي ايش هنا؟ هات خلينا نحل اول شيء، في اس 1 اكس زائد في اس 2 اس 2 اكس
اللي هو عند رقم 2 في اس 1 واي في اتجاه الواي زائد في اس 2 في اتجاه الواي. لقيت ايش الشباب حيكون عندي في اس واي اكس عفوا هذه اكس شباب في اس اكس بيساوي البرشر ان الفورس الناتج من البرشر عند هنا باتجاه الاكس وعند هنا باتجاه الاكس. هنا شباب هذه اكيد عندي في اس واحد اكس في اتجاه الاي بس، لكن ما عنديش في اتجاه الجي، في اتجاه الجي شباب صفر فيش عندي في اتجاه الجي. بينما هنا شباب حيكون عندي في اس اثنين في اتجاه الاكس زائد في اس اثنين باتجاه الواي تمام. تمام هل قد ايش عندي في اس واحد في اتجاه الاكس؟ ايش بتساوي في اس واحد شباب في اتجاه الاكس؟ او ايش حتساوي؟ ها في اس واحد في اتجاه الاكس حتساوي البرشر في الاريا. طب انا مو برشر، برشر واحد اريا واحد. طيب هات نشوف مديني الدياميتر. قال لي كم لما قال لي respectively وين راح تايه هيا ما قال ليش respectively مش مشكلة. السؤال قبليه ذاك لما قال 150 تمام يعني 15 يعني ايش يعني البي واحد 100 كيلو باسكال ضرب 10 اس 3 ضرب الاريا باي على 4 في بوينت 15 تربيع تمام. ليش حولتها لمتر عشان تمام؟ بيطلع عندنا شباب كم؟ بيطلع معي شباب 1767.15 تمام. هذا بالنسبة طيب لقيت في اس 2 شباب من اكس ايش بساوي؟ بي 2 في الاريا 2 هات تشوف فين اتجاه. في عندي ايش شباب؟ لا مركبتين ليلو فلازم مره هنا مره هنا وهيو هيك. الحلو انه الزاويه 45 فالساين والكوزاين نفس القصه يعني لو تخربطنا بسيط بس لما تحللها كوزاين حطتها تمام. في كوزاين ال 45 مية المية نيجي بي اتنين اوبس مش موجودة. الله اكبر كيف بدنا نجيبها؟ طال لقيت ايش عندي؟ عندي يا شباب عندي هنا انا بعرف وعندي في هنا زد. اذا ايش بخطر في بالي اول ما الاقي هيك شيء لازم يخطر في بالك ايش؟ برنولي جي زائد في واحد تربيع على 2 جي ماشي زائد زد واحد بساوي بي 2 رو في جي زائد بي 2 تربيع طبعا 2 جي زائد زد 2 حسب انت ايش بدك تفرض الدتم او عندك الريفرنس. انا بدي افرض الريفرنس هذا عندنا اي هذا الريفرنس او الدوتوم او ايش بتسموه انتو عندكم انتو حرين اي تمام. المرجع الرئيسي عندي هذا فبالتالي زد حتكون هنا صفر. طيب اوبس وين الفلوستي؟ البرشر موجودة الار الرو موجودة عفوا والجي طبعا معروفات هدول. طب والبي واحد 100%. طب في واحد وفي اتنين زد اتنين هي واحد متر برضه موجودة اللي هي هذا شوف. طيب طب انا عارف الكيو وبعرف الاريا فبالتالي ايش عندي؟ بقدر اجيب الفي واحد. الفي واحد كيو ايش كنا نقول؟ الكيو اريا في في فحتكون هذه كيو على اريا 1 وفي 2 كيو على اريا 2. طيب كيو على في على اريا 1 ايش حتطلع يا شباب عندي؟ 16.98 هذا في واحد متر بير سكند تمام.
بينما هذه الفي 2 حتطلع يا شباب عندي 4.244 متر بير سكند، تمام؟ هذه الفلستي. فهي اللي جبناها فبربعها وبحطها هنا، بربعها وبحطها. دير بالكم تنسوا حاجة من القانون شباب، أنا مثلا وأنا بحله نسيت أحط رو، كتبت 2 جي تحت، فبالتالي اتخربطت فطلع عندي السؤال كله غلط، لكن بعد ما حليته الثاني طلع معي يعني الأمور طيبة وكويسة. فعندنا كل شيء لقيت صار موجود شباب، ما عدا ايش؟ بي 2. فلقيت ايش انا بقدر اجيب من برنولي؟ مش مشكلة شباب اذا كتبها غلط يعني سامحوني، برنولي بالاي ولا والواي ولا مش عارف، مش عارف نسيت، ما علينا شباب. ايش جبت؟ بي 2 بيطلع كم عندي؟ 225.29 كيلو باسكال، اها 100%. طيب حاجة هخبط هنا ال 209 في الاريا باي على 4 في بوينت 3، هنا دير بالكم بوينت 3 تربيع شباب حتكون هنا باي على 4 طبعا، وطبعا هاي ال 225 في 29 في كوزاين 45 100%. كم بيطلع معايا هيك يا شباب لما اخ في اس اكس 2؟ 11000 اظن، 11260.72 نيوتن. والحلو في الموضوع يا شباب انه قلنا الكوزاين نفس الساين لل 45 طبعا، فهتطلع نفسها اف اس 2 للواي، فهي كانت في السليم 100% الحمد لله. تمام، لقيت ايش عندي؟ قلنا اف اس 1 للواي في الشيء اللي هو الجاي من البرشا، بينما هنا اف اس 1 اكس زائد اف اس 2 اكس لانه في نفس الاتجاه شباب. ايش بيساوي عندي اف اس 1؟ 1767.15 زائد 11260.72 بيطلع شباب عندنا وين رحنا؟ هاي 13027.87 نيوتن، تمام. بينما الثاني هذا ايش شباب؟ قلنا انه هذا صفر، فبالتالي ايش؟ اف اس 2 لحالها، فكم 11270 ولا 200 وكم 260 عفوا بوينت 72 نيوتن. هذا اف اس اكس وهذا اف اس واي. هل لقيت ايش جبنا؟ ايش تم من القانون؟ اف في خلصناها، الاف اس خلصناها، تم من رو في كيو في الفي 1 في 2. هل لقيت شباب في هذه ايش حسوي انا؟ هي لقيت هذه خلصنا عند الفي بي، وهذه خلصنا الفي اس، وهذه حنقول في برايم اكس بتساوي في 1 اكس ناقص في 2 اكس. طيب انا عارف انه الفي 1 اكس كم؟ هذا يا شباب الفي بس في الاكس اصلا، الفي هنا بس مركبه في 1 في الاي، بينما هنا الفي الفي 2 في لها مركبه في الاي زائد في 2 مركبه بالجي، تمام. هلقيت ايش؟ نجيب المركب بالاكس تبعت التنتين، هذا في الاكس مباشره سهله اللي هي 16 اللي جبناها بوينت كم؟ وينها وينها؟ تو جبناها لسه، بي 1 16.98 ناقص 4.244 كوزاين ال 45 تطلع 3 شباب هذا، تمام؟ بيطلع الجواب هذا كله 13.98 متر بير سكند. هذا ال في اكس في داش اكس، في داش واي ايش حيساوي؟ في 1 واي ناقص في 2 واي، طبعا هذا لما تحللها شباب حتطلع الفلستي بالاتجاه الموجب طبعا. فبالتالي ايش شباب حيكون عندي هالجير؟ حيكون عندي كالتالي، هذه صفر سالب ايش؟ 3 متر بير سكند. اها طب ايش عندي؟ الرو في الكيو هجيبها،
الرو في الكيو شباب 1000 ضرب رقم الكيو 0.3. حلو 0.3 0.3 فبالتالي 300. فبالتالي لما يقول لك مثلا في دي اكس حتضرب ال 300 في الرقم هذا وفي دي واي حتضرب ال 300 في الرقم هذا تمام. هذا مثلا ساد 900 نيوتن حيطلع معانا تمام. وبينما ال في دي اكس هنا حتضرب في ال 300 طبعا حرك الفاصلة مرتين فثلاثة بثمانية 24 ثلاثة في تسعة 27 والاثنين تسعة 20 طبعا ثلاثة في ثلاثة 9 والاثنين 11 ثلاثة في واحد ثلاثة والواحد أربعة 4000 نيوتن شباب 4000 نيوتن. حنيجي هالقد شباب خلصنا القانون الآن هالقد شباب عشان تكونوا عشان أو غالبا أنا حتأكد منها طبعا من الدكتور صراحة عشان تكونوا ايش مسوي هنا الباشمهندس لما جاب الفي بي والفي بريشر والفي بودي اللي هو الجاي من الجرافيتي ايش مسوي؟ قال انه في بي بتساوي في بي واحد ناقص في بي اثنين. طب هذا غلط حنطلع على الاتجاهات المفترض انه هذا غلط المفترض اني انا اطلع للاتجاه حسب وين انا اتجاه هاي الفي بي في بي ار زائد حطلع على الاتجاه وين انا فانو اتجاه فكيف جاء بهاي اساس في السالب فبالتالي والله ما بعرف صراحة هذه لكن المنطق انها تكون بالموجبة لانه انا ايش فرض اتجاهاتي زي ما ورناكم هذا اتجاه الاكس الموجب وهذا اتجاه الواي الموجب طبعا طلع عندي هنا في في بي عفوا هنا الفي بي عالي طلع بالسالب معي منطقي لكن عندي هنا لما طلع ايش اسمها البرشا طلعه بالسالب يعني على اي اساس او ليش فهذه يعني فيها في انا شايف انه فيها اشكاليه يعني من المهندس الله يسهل عليه تمام فهذه يا ريت يعني ترجعوها انتوا او اذا حد يعني لاحظ اشياء معينه او شغله معينه يفيدنا فيعني كويس جدا تمام او يمكن هو مثلا قال انه في بي واي لانه الاصل قال هنا مثلا في بي 1 ناقص في بي 2 زي كانها السرعات بس مش منطق يعني المنطق ان ايش اقول انا الفي بي بتساوي في بي 1 زائد في بي 2 طيب في بي اكس بتساوي في بي 1 في الاكس وفي بي 2 في الواي مفترض هيك اقول انا فعي اساس هنا يعني خلاها بالسالب فبالتالي انا برايي انه في غلط يعني تمام نيجي نكمل احنا يا حل يعني حل هاي هذا حليت لكم اياه هنا حل الشخص انا تمام بينما حل الباشمهندس يعني حيكون نازل عندكم خلال المحاضره ان شاء الله يا اذا حدا مثلا عنده معلومه يفيدنا او يفيد الشباب فياريت يعني ما يبخل علينا في الجروب منه احنا نستفيد كذلك والشباب يستفيد يعني اذا في معلومه ناقصه او حاجه ناقصه انا مش ماخذ بالي منها ما علينا نستكمل R في الإكس إيش بتساوي شباب؟ F B في الإكس زائد F سيرفس اللي هو جاي من البرشر في الإكس زائد الرو كيو V داش إكس V داش إكس ممتاز جبناها والكيو عندي والرو معروفة F S إكس ممتاز جدا هاي اف بي اكس هاي صفر خلص اذا ايش بجمعهم الثلاث نقاط مباشره فبالتالي باشمهندسين بيطلع عندنا 17220 و 0.97 نيوتن تمام طيب الار واي نفس القوانين صار اف بي واي زائد اف اس واي زائد رو في كيو ف
في ال velocity dash y. طيب velocity dash y كم طلعت الشباب؟ بالسالب، يعني هذا حتكون بالسالب عندي، هذه بالسالب، هذه يا شباب بالسالب. fs y طلعت بالموجب، هذه يا شباب هيا بالموجب، تمام. fby اكيد بالسالب لان جرافيتي تعتمد، بدل اي حاجه تعتمد على جرافيتي اكيد بالسالب، فسالب 735.75 فالسالب، هذا شباب برضه بالسالب، تمام. فهذه ناقص هذا ناقص هذا بيطلع معانا الجواب في النهاية يا شباب، بيطلع 9624.79. يا ريت يعني لو تكرمتوا يا شباب يعني في النهاية تراجعوا حل محل البشمهندس، يعني يمكن حل مثلا البشمهندس صح بس متطرق لنقطة أنا مش منتبه لها، تمام. بس أنا يعني مجرد رأي، يعني في إشكالية في الحل، يعني أنا شايف بالنسبة لي عند المهندس الله يسهل عليه يعني وبارك فيه لأنه مديني هالمحاضرات يعني ما علينا. فبالتالي إحنا هنا جبناها إيش هيك يا شباب، بقدر أجيب هالجيت الـ R تساوي R X تربيع زائد R Y تربيع تحت الجذر ثيتا تساوي tan inverse ry على rx. هيك يا شباب انا بقدر احصل النتيجة، وهنا بشوف النتيجة، تمام. هاي يا شباب هيك بنكون انتهينا من الشابتر، الله يديكم العافية، نراكم ان شاء الله في الشابتر القادم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.